بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. يا أيها الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، الخير انت سيدي ربي هذا والموهات هذه، سبحان من يكسي السماء ومن بعد يعريه، سبحان من يعطي الريح والكف يوطيه. يا سادات يا كرام يا الناس اللي رحنا غادي نولوا تل الحكاية، والحكاية أرنا قالوا له شوف، قال لهم روحوا جيبوه من هذيك الغابة، جابوه صيدوه القوا عليه القبض، مهما جابوه حبيبي لما جابوه يعني سلسلوه حيدوا له ذاك الشعر، وبدا يهدر قالوا له شوف انت يا العرب ماشي يطلبوا لك، ويطلبوا لك غول اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة، ولا يعني بطل من الأبطال. واحد النهار من اللي قبض الكرسي ديال باه، وهو واحد النهار وهو واحد تدور له في الخوا، قال كي غادي ندير؟ ما عندي ما غادي ندير، يخصني نخرج نقاتل. وهذا الصيد بن صلصال ما كانش اللي يرد له ذراعه، يعني تربى مع البية تربى مع السموعة. يوم على يوم يا سادات جي واحد البنت، هذه البنت يقولوا لها حسنة، كان السيد علي قتل ليها باها وخوتها، وقالت أنا غادي نجيب اللي يخلف لي الكفار وينفع لي العار. قبضت الكرسي، ضاعت في الوزارة ديالها، قالت لهم شوفوا با مات، أنا غادي نقبل الكرسي، ولكن كاينة واحد الحاجة. إيه شكون اللي غادي يزوج بيا؟ غادي نطلب له واحد الشرط سهل. قال ليها واحد خينا أنا نديك، شنو راك تشرطي؟ شرطي المال، الذهب، الحرير، حاجة اللي طلبتيها راني غادي نقبلها. قالت لها ودي الطلب ديالي صعيب صعيب، كي داير هاد الطلب؟ قالت لها الطلب إلا تجيب لي محمد وفاطمة والحسن والحسين اللي قتلوا لي با وخوتي. ياه قال لي هو، قال لي حتى لهذا الشيء ما نقدرش. سمع بها هذا الصيد جا عندها، قال لي ها عشرة كي تطلبي قاب الصدق ديالك. قالت له يا ودي انا الصدق ديالي صعيب، ولكن الا تقدر تجيبه. شنو هو؟ الا تجيب لي محمد وفاطمه والحسن والحسين وعلي، جيب لي علي والحسن والحسين وفاطمه. قال لي ها انا نجيب لك هذا العرب، ولكن سني كاش اللي غادي يتزوجي بيا. سنيات حتى هو سنيا اللي غادي يجيب ليها العرب. وقالت لها صافي مقادين الشغل، قال لها صافي قبل وغير جمع الوزارة تاعو. قال كي غادي ندير؟ قالوا له راك غلط. علاش؟ راك غلط واحد الغلط كبير، واش محمد إلا كان عالي في المدينة راك وكان تدي الجرد المنتشر، حتى واحد ما غادي يولي. كيفاش؟ قالوا له قبض واحد الزوج نتاع الناس، لبس مقصوعة عربية، دير لهم عمايم، دير لهم تسابيح، السروس عرب، ويمشيو للمدينة. إيوا إلا لقاو عالي في المدينة راك ما تنجمش تجيب محمد، وإلا ما لقاوش عالي في المدينة راك تجيب محمد وعشرة من محمد. قبض الجماعة واحد الزوج نتاع الناس، لبس مقصوعة عربية، دار لهم تسابيح، جاو غاديين للمدينة. مهما جاو غاديين للمدينة دخلوا لجمع الغمامة، صلاو خاميرين سكرانين بلا وضو جهالة، بقاو يراعيو في الصحابة باه يشوفوا السيد علي ما شافوش. علاش؟ السيد علي كان مريض. سول واحد من الصحابة قال علي ما شفناش هنا في الجامع، فين؟ قالوا له علي راه مريض، هذه ثلاثة أشهر وهو مريض. مريض هذا ما يسمعوا يا الحباب، واش يوم ولين للصيد؟ قالوا له شوف إلا ما قبضت شي محمد وصحابه في ذا المرة ما باقي لك ما تقبضهم. علاش؟ علي اللي نضار يضرب عليهم السيف ونضار يجاهد فيهم راه باقي له ربع سوايع ويموت. شوف كذبة، قبلوا غيطي لم 70,000 من العساكر. عنده واحد الوزير ديالو فيه الهشمية نتاع العرب، صيفط له في الأول ما جاش، عاود صيفط له جا،
قال له وقيل انت عربي ولا غاشنا. لا وعلاش سيبت لك ما جيت؟ قال له يا مالك هذه 70,000 اللي راك جامعها ديال الجيوش شنو راك دير؟ قال له غادي نغزي على المدينه نتاع محمد. وقال له عرف واش دير؟ قال له دير غير حاجه قليله، الا ديت هاد الجنود غادي يقولوا غلبك محمد حمايه، والحمايه تغلب السبع. بغى ينقص على الصحابه، شحال ندي؟ 500 بزاف، 400 بزاف، 300 بزاف، 250 بزاف، ندي 150,000. قال له هذاك انت. رانا يا الحباب راه جمع 150,000 وضرب قبول الحرب ودار فيهم. قال لهم اسمعوا، بالنهار غادي نضلوا راقدين، بالليل غادي نباتوا نمشوا. علاش بالنهار نضلوا راقدين وفي الليل نباتوا نتمشوا؟ معناها قال لي لا تمشينا بالنهار رب السماء يكون فايق يخبر محمد يهرب لنا من المدينة، بالصح إلا تمشينا بليل رب السماء يكون راقد نقبضوا محمد عايش في المدينة. يا سادات يا كرام، رحنا زايدين في الحكاية قدام، وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، وفي طوعكم راني ندير هاد الشيء وراني نغامر على هاد الكلام. علاش كنحيو الثورة؟ بنادم يسمع فيديو مع ولادو مع والديه. وتحياتي للجمهور اللي كيشكروني بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. والحكاية راها زايدة قدام، هذه الحلقة الزوجة.